أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعين من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخل ربنا مع القوم الصالحين فأصابتهم الله من قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار تهديها الأنهار خالدين فيها ذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الطيب ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنين لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عملتم إيمان فكفرته تجعل عشرة مساكين وأطعمتهم تحرير رقبة فمن لم يجد فصوم ثلاثة أيام كذلك كفروا إيمانهم إذا أحرمتم فاحفظوا إيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب الأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فاعلموا أنما على رسلنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح في أطعام إذا أنتم وآمنوا وعملوا الصالحات ثم تطاعون واتقوا الله وصلى الله يحب المسلمين يا أيها الذين آمنوا لا يبلغكم أيكم من الشر أيديكم وعن كل عليكم يجاهدون من بعد ذلك يوم فرغتهم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا وأنتم حرم ومن قتلكم فسأذام وعد لهم عذابا عظيما ذلك سيوم وبلم يعفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله والله عزيز ذو انتقام أحل لكم الصيد المحرم وحرم عليكم الصيد المحرم واتقوا الله الذي تحجرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والقرآن الآيات إن الله ما في السماء ما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم يعلم أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسل إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك رسول خبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء الله أشياء تؤذون تسعون وإن تسألوا عنها ينزل القرآن تبدو لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلهم من ثم أصبحوا بما كافرون ما جعل الله من منذر ولا يستهزئ ولا وسيلة معهم ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب أكثرهم لا يعلمون وإذا قيل لهم تعالوا إلى الله ما أنزل الله إلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ولا يضركم من ضل إذا اهتدى إلى الله وجهكم جميعا فبينكم وبينكم تضامن يا أيها الذين آمنوا شركم إذا أحد أحدكم الموت إلى الوسيلة إن أنتم ظلمتم في الأرض وما صوتكم مصيبة تحسبونها من بعد ما فيكسبون ولو كان ذا قربى ولو كنتم شهداء الله إن إذا لمن الآثمين فعلم السر على أمن الله يسمى المقاعد يقوم مقامه من الذين سعق عليهم الأولين فيكسر بالله ومن شهدهما ذلك تنايات بالشهادتهم وجيههم واتقوا الله اسم الله لا يهدي القوم الفاسقين
يوم يجمع الله والرسول فيقول ماذا أجبتم قالوا أعلم إنك أنت العلم الغيوب وإذ قال عيسى ابن مريم أذكر عليك إذ أيدوا بالروح القدس تكلم الناس في المهد الكهلا وإذ علمتك الكتاب الحكمة توراة الإنجيل وإذا تحلت من الطيبات بإذن الله وذكر الحكمة والأوراد بإذنه وإذا كفف بني إسرائيل عن كيدهم بالغيب فقال الذي ذكر لهم إن هذا إلا سحر مبين وإذا حيث الحويرين برسول قالوا آمنا وشهدنا بأننا مسلمون وإذا قال الحواريون عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال ادخلوا إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نقل من أحد من قلوبنا ونعم قد صدقتنا ونعم عليه من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء أن تكون لنا عيدا أولين وآخرين وآتين منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزل عليكم نبي كل وعدا إن ويدك عذاب الله وعهد من العالمين وإذا قال عيسى ابن مريم أنت قلت للناس وإن إله من دون الله قال سبحانك ما يقول لي أن أقول ما ليس منكم دركم تعلم ما في ولو أعلم ما في أنفس إنك أنت العلام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتنا به أن اعبدوا الله ربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفني كنت أنت لكم عليهم وأنت على كل شيء قدير وإن تعذبني بعبادك إن تغفر لك أنت عزيز حكيم قال الله هذا ينفع الصادقين لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بهم يعدلون هو الذي خلق من طين ثم أجل وأجل ثم عند ثم عنكم تنظرون والله هو السماء في الأرض جعل مصير وجهكم على ما تكسبون وما يأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسيأتيهم أنباء ما كانوا يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبل من قرى منكم في الأرض ما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلنا نهارا تجري منها فزوروا به وانشأ من القرآن ولو نزلنا عليك الكتاب قرطاسا إن هذا إلا سير مبين قالوا لقد أنزل عليكم ولو أنزل ملكا لتظلمنكم ولو جعلنا ملكا لجعلنا رجلا عليهم سلطان ولقد أنزلنا ما كانوا قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في الأرض قل لله كتب على نفسي الرحمة ليجمع عنك يوم القيامة لا ريب فيه الله الخضر أنفسه لا يؤمنون وله ما سكن في النهر وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ ما في السماوات وما في الأرض قل إني أمرت أن أكون له أسلما ولا تكون من المشركين وإن يمسك الكاشف إلا هو وإن يمسك بخير فوق كل شيء وهو القادر الطيب وهو الحكيم الخبير قل أيها شيء قل الله يشهد بينكم وحين هذا القرآن لو أنزل به بلد آمنكم وأن مع الله إله آخر قل أشهد قل إنما هو إله وإن الولي من المشركون الله الذي آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم هو الذي خسرهم لا يعلمون ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمين ويوم نحشر جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤهم أنتم تبعون ثم لم تكن فتنة إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركون انظر كيف كان كازوا على أنفسهم صلى الله عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من ينكر الله وجعلنا له أكرم يفتقوا في هذا القرآن وإن يروا كل آية لا يروا حتى إذا جاءوك يجادلونك يقولونك من هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينهون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم أشرار ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ولا تكن من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يفعلون ولو ردوا لأمرنا وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قالوا أليس هذا العقاب قالوا بلى ربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسروا الذين كذبوا بلقاء حتى إذا جاءوا
يعلمونهم ولا الدار الآخرة خير للذين اتقوا فلا تنكرون قد نرى إنه يزول الذين ولا فإنه ليكزون ولكن نزول بآيات الله يجرون ولقد كذب رسول من قبلكم وما كذبهم ودونوا حتى أتى نصر الله ولا مبدل كلمة الله قد جاءكم من نبي المرسلين وإن كان كفرًا ويستنكرون وأرسلنا من رسول فطيم ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين انما استجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله الى من هو قول له الرسل عليه قل قادر ينزل ويحصل لا يعلمون وما من دابه في الارض الا طائر من جراح الرسل فربنا في الكتاب من شيء الا ربي يشرون والذين كذبوا باياته بكل من يسرون من يشاء الله وهو من يشاء قل ارايتم ما تغضبون واتموا استغفروا الله ان كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه يا درس ما تشركون ولقد أرسلنا من قبلكم رسلا بالبأس والضر والأمر فلولا إذ جاءهم ولا ينقذ قلوبهم ولولا سوء إذا فرجوا فقد قل أرأيتم إن أخذ الله بصلاته أخير الله يدريهم انظر كيف نصر آياته قل أرأيتم إن آتى مرتبة قل هل وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وصلى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملاك إن يتبعون قل هل أستطيع العمى البصير أفلا تتفكرون وأنذر الذين آمنوا إلى ربهم ولا تريد الذين ربهم بالغضب العشير الذين واجههم عليك من حسابهم شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتردهم فتكون من الظالمين وكذلك وحينا إليك من الله يعني من إحنا ليس الله من المشاكرين وإذا جاءك الذين من بالآية فقل استمع عليهم كتب ربكم أنه العمل منكم سواء ثم تابوا بعد أصلهم وكذلك نفصل الآيات ولا تستغن السبيل قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت وما أنا من المهتدين قل إني على بني من ربه وكنتم عندما تستعجلونها إن الحكم إلا الله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لا إني عند تفسير من الذين لا أمر من بني والله أعلم الظالمين عنده مفاتيح الغيب إلا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر وما تكسبون إلا يعلمها إلا هو ولا رطب من أمر الله كتاب مبين وهو الذي خلق لكم الأرض وما بالنهر يزن فيه لتجد أجر مسمى ثم إليه مرجعكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم الرضا إذا جاء أحدكم الموت توفوا رسلنا ولا يرددون ثم ترد إلى الله والله بصير بالعباد قل من ينجيكم من الظلمات والنور والبحر تدعونه وتنصرونه مخفيا ولا ان كان من هذا لاكون من الشاكرين قل الله ينجيكم منها من كل كرب ثم تشركون قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من خوفكم من تحت ارجلكم يلبسكم ثم جاءهم انظر كيف كان لعنتهم وكذب به فوق ولاقا قل لا استريح منكم كل صوم اذا رايت الذين يكسرون في ايه الفارض عنهم حتى يخرجوا في حديث غيره واما ينسينك الشيطان فلا تعبد نفسك من القوم الظالمين وما على الذين اتقوا نفسهم المظلمون وذر الذين اتخذوا من دونه اولياء وذكر ان تظل نفس ما خلقت ليس لها من دون ولي ولا شفيع ولا تعدل كل عدل ولا ياخذ لها اولئك الذين مسلمون كسبوا لهم شرابا حميما عذابا عليم بما كانوا يكفرون قل أن أدعو من دون الله ما لا ينفع ولا يضر وهل ترضى على أنقابهم كذلك قل إن هذا الله الهدى وأمر أن يسلم لرب العالمين ونقيم الصلاة وهو الذي يتوشرون هو الذي خلق السماوات والأرض ويوم يقول فيكون قول الحق وله الحمد لله رب العالمين عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبي هازر إن أراك ربك من الظالمين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات ولا يكون من الموقنين فلما جن عليه الليل والكون قال هذا ربي فلما قول له رب العالمين فلما راق أمرنا قال هذا ربي فلما قال اهدي ربي لا يكون
قال ابن فلم الشيطان قال هذا ربي هذاك فلما أفضل قال يا ابن مريم مما تشكرون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض وما حنيفا وما أنا من المشركين وحاج القوم قال أتحجوني في الله وقد رأى قوم المشركين إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما فلا تذكرون ويخاف قوم أشركوا إلا تخاف عليكم إن شركتم بالله ما لم ينزل بي عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ورسولهم إيمانكم أولئك لهم مهتدون وتلك حجة آيات إبراهيم ونذرت من شيء ربك حكمنا وهبنا إسحاق ويعقوب لدينا ونوحنا هدينا من قبلهم وداود سليمان وأيوب يوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وكل من الصالحين وإسماعيل وليس معيب سلطة كل من فزر عامين ومن آبا إيه زريعتهم أخوان واجدهم ودين إلى سواتهم سنة ذلك ذلك فضل الله يهدي به من يشاء من عبادي ولا أشهد الحديد ما كانوا يعلمون أولئك الذين يتبعون كتاب الله ومن يكفر يا هؤلاء فقد وكل بها قوما للسلم بها كافرين أولئك الذين هدى الله فهو ذاكرا قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين اتقوا قولوا قولا سديدا إذ قالوا ما أنزل الله على شيء قل ما أنزل الله تبارك الذين جاءوا موسى نورا وهدى وذكرنا كثيرا أو علمتم ما لم تعلموا ولا آباؤكم لا زالوا خصوصا وهذا كتاب أنزل الله مبارك صدق الله بين يدي وتوراة القرآن ومن حول والذين يؤمنون بالآخرة ويؤمنون على صراط ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي أو إليه من شبه القرى ونزلنا ما أنزل الله ولا ترى من السؤال ترى الله والملائكة أخرجوا أنفسهم اليوم تنزل عذاب من كنتم تكذبون على الله وكنتم من آيات تكذبون ولا قد جئتم نقرأ كما أقول أول ما كنتم أكلوا وكذبون وما نرى معكم شفعاءكم الذين عملوا جرت أنكم لقد ربطت الله ما كنتم تدعون إن الله ملك رب النوى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الميت ويخرج الحي ذلك الله فأنى تؤفكون فالق الأصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر سراجا ذلك تقدير العزيز العليم هو الذي جعل لكم النجوم اللي تهدي من الله حزون البر والبحر قد الزمانات من النور هو الذي أنشأ من النفس واحدة من ظلم قد فصلنا الآيات لكم يعلمون هو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل ما فأخرجنا به ومن النجوم والنجوم وجنة الأعناب والزيتون والرمان والثمر ومزر إلى سنة إن في ذلك الآية لقوم يعلمون وجعلوا لله شركاء الجن ورافعون سبحان وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له سبحان وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء وعبده وهو على كل شيء وكيل لا تدرك الأبصار ولا يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم من بصائر من ربكم فمن أبصر بنفسه ومن أعمى فعليه وما على أهله بحفيظ وكذلك نصر الآيات ليقولوا درسوا لمسلمكم اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو أعرض عن المشركين ولو شاء أشركوا وجعل عليهم فريضا ومن تعليم وكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل كمين ثم إلى ربهم رجعوا من ربهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن جاءتهم آية قل إنما الآيات عند الله وأشركهم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمن أول من ونذرهم في طغيانهم يعمهون صدق الله العظيم.